عندنا لي جوال وكاع على بالهم بلي عندنا لي جوال بصح علاش ما خصش تمحو التريكو منشطات زلزلت الرياضه الجزائريه بصفه عامه صعبه على المنتخب الجزائري بصح في هاد المباريات هذه من 79 وحنا نستناو في البير هذايا كشويه ما نشربوا منه نهار اللي وجدنا جو ترمونا فيه الجريزي. بون السلام عليكم، اليوم سمعنا كونفيرونس دو براس تاع رئيس النادي الهاوي. نادي الهاوي يمثل الشعب، الشعب تاع الحراش، الشعب تاع الحراش هو اللي ديسيدي في الحراش، الشعب في الحراش رافض فكرة محمد لعيب يعاود يولي على رأس الفريق. اليوم شفنا أسئلة تاع صحافة، أسئلة تاع مناصرين، طرحوا له أسئلة اسك حيكون محمد لعيب على رأس النادي؟ رفض بالعايب بالوجوه القادمة، اسمح لي، رفض 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 يجاوبنا، رفض يجاوبنا ويوضح لنا الأمور فيما يخص محمد لعيب وش يدير يتواجد في تدريبات الفريق، علاش راهو يكون التما؟ حنا كشعب في الحراش رافضينه رفضا تاما. كلمة واحدة لا للوجوه القادمة. السلام عليكم. السلام عليكم. دوك جينا اليوم على مسألة هذه تاع العايب مانا، العايب مانا، ما العايب مانا، الشعب تاعنا تاع الحراش كاع الحراش راهو رافضوا قطعا باتا، ما يعني ما زيدش الدور كاع في الحراش. دوك هذا اللي هنايا دوك يقول لك راه شغل يعاون من البعيد. والشعب قال لك ما يسحق لا من البعيد لا من قريب. أك معايا ولا لا؟ دوك هذا اللي راه يمثل الحراش اللي جا اليوم هو اللي راه يمثل في الحراش. قالوا طرحوا له سؤال تاع العايب. دوك العايب هذا، العايب هذا ما قال لك الشعب قال لك ما نسحقوش. لا اليوم لا غدوه لا غير غدوه ما زيدش نشوف وجهه قاعد لا هو لا مانا الوجوه القديمه يعني الوجوه القديمه ما سحقوهاش كاع الدور في الحراش وهذا راه يقول لهم دوك ما وضحش مليح يقول لهم لا راه هنا لا راه له دوك لازم كيما اليوم لازم يوضح لهم يا ودي العايب قال لك ما نسحقوهاش هذه هي هذا ما كان السلام عليكم السلام عليكم حنا نهضروا لي سيبورتور تاع الحراش اليوم جينا للندوه تاع موقور باش نسمعوا واش راح يهضر حنا شفنا تناقض في كلامه بين الواقع اللي حنا عشناه واش كان يهضر حنايا موقور هذا رحنا ليه كان يقول لنا كلام وبالداخل كان يقول كلام واحد اخر تما ما نقدروش وكان يهضر على ازمه الثقه ما نقدروش نديروا الثقه في بنادم اللي كنا نشوفوا منه عفايس وهضر عفايس واحد اخرين هذه الحاجه الاولى الحاجة الدوزيام حنا لي سيبورتور رافضين العايب رفض قاطع هو اليوم ما حبش يجاوب كان يتهرب من السؤال كان يتهرب من نابع فايس ما كاش منهم قاعد وكان يهضر على الاتحاد ثاني هو دخل كي دخل لي سيبورتور ما حبش يهضر معاه كيفاش نتوحدوا مع بنادم ما قيمناش في الدخلة وكان يهضر ثاني قال لك الرؤساء السابقين كاع فشلوا هو قال لك نتحدوا مع الرؤساء السابقين اللي هو قال فشلوا كيفاش نتحدوا مع انسان فاشل حنا واش هضر كاع حنا كدي سيبورتور ماشي يمثلنا وما يمثلناش واليوم من اليوم حنا هو بنفسه رانا ضده واش راح يدير رانا رافضينه اللي يديرو يكون سلبي اللي راح يديرو سلبي وجامي راح هذا الانسان يمد هذا الانسان جامي حيمد ايجابي ما دام اليوم شفنا ندوه صحفيه اللي دارها ليماج اللي مدها ما تمثلش صوره تاع ايكيب كبيره كيما هذه حراش تستاهل حاجه ماخر وبلاصه ماخر اللي تمد عليها ايماج ماشي هكذا تكون ليماج تاع ليكيب تاعنا السلام عليكم السلام عليكم اليوم سمعنا بلي كاين كونفيرونس تاع مسيو مقور جينا حضرنا واش سمعنا اليوم كاين هضره تعاود في ثلاث خطرات هضر في ثلاث مناسبات تتعاود هضره واحده بلي هو يقول بلي العايب هو اللي يعاون فيها حنا ما فهمناش هذا العايب كيفاش هو يعاون فيه وهو مازال ما كانش في الصوره كامل هذه هضره واحده الانصار تاع اتحاد الحراش كاع راهم كونتر العايب باش هو يعاون ما كي كان في العشر سنين الاخرين ما شفنا حتى معاونه ما كاش كل ما يشدها هو العايب ما كان حتى ريزلتا استاد ما يتاهلش حتى جوله سابعه اللي جوا حكايه واحده حتى الجوله سابعه ثاني هكاك باش يتاهلوا لهذه الضربه كاين انسان اللي الحراش يشوفوا فيه كاع يتكبل اللي يقدر يرفدها ويرجعها لبلاصتها رحنا كونتاكتينا هذا مسيو عز الدين قالنا عطانا الموافقه تاعو تلاقى مع المسؤولين رجعوه مدير تاع الشركه ها مسيو مقر تلاقى به قال له يا ودي ايه راك معانا هكذا باك تهرب منا
ما دالو حتى ديسيزيون، ما كاين والو. وفي كل خرجه يهضر على عز الدين باللي ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش. علاش ما يقدرش؟ او يقول باللي ما يقدرش بالقانون، ما وضحناش. في كل خطره يحكي حكايه واحده باللي حنايا ما يقدرش هذا عز الدين بدا، ما عطالو حتى اهميه. حنا من المطلب تاع الانصار هدايا يعطي يقدم توضيحات باينه باللي ودي هذا الانسان او لان عطيت له ديسيزيون. وهذا ما كان حنا يعطينا الحقيقه. دوكا كل خطره يتلاعب معنا، يتلاعب بالتصريحات تاعو. دوكا شفنا في التصريحات تاعو الانصار سقساوه هرب لهم الحقيقه. في شغل فيلم انا عايشينه، هذا الفيلم احنا عشناه من قبل والريزيطا انا بنا بها. انا ما فهمناش والله ما فهمنا. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. اليوم سمعنا بلي كاين كونفيرونس دو بريس هنا في ليكليز بيلفور، جينا نشوفوا واش كاين. قال لك مقور والعايب راح يديروا كونفيرونس دو بريس لهنايا. جينا العفسه الاولانيه العايب ما جاش، معليش خلينا منها. جا مقور هذايا رئيس النادي الهاوي، لو يقول انا رئيس النادي الهاوي. جينا لهنا بداو دخلوا لي جورناليست، خلينا نشوفوا واش كاين. لي جورناليست يسقسوا فيه قالوا له شغل عطينا شكون بريزيدون، عطينا ما على باليش انا كيفاش الحل تاع ليكيب. قال لهم باللي انايا لحد الان مازال ما درت حتى بريزيدون، واحد ما درتو لهنايا حاكم. قال لهم لحد الان واحد ما راهو بريزيدون، مازال ما ديسيديتش. حنا ما دابينا كي راك تقولنا ما ديسيديتش. جينا لك خطره في رمضان هضرنا معاك قلنا لك باللي كاين الحل هذا العايب ما يجيش، انا حابين عفسه جديده. واش قالنا؟ قالنا جيبوا بديل. هذيك البديل خدمتك انت يا خويا العزيز ماشي خدمتنا. ومن بعد عطل لنا مع الوقت، معليش كاين عباد جراو وشافوا بريزيدون هذا تاع واد سمار، قال لك هذا انا قادر على ليكيب هذه ونقدر نحكمها. جبناه له قال لهم خلاص، قال لهم هذا داروا رينيو معاه تلاقى مقورو هذا. قال لهم غدوه ان شاء الله راك انت في ليكيب انا سينيي لك. غدوه من ذاك لقينا العايب مصور مع جوار تاع ليسما فرحات، هذاك اسبوار جابوا العايب. العايب واش الدخل ديالو؟ حبيت نسقسيك يا اخي، انت رئيس النادي الهاوي تما الكاشي ديالك اللي يمشي يا اخي، راك تقول نادي هاوي راهي. لا لا وين راك انت يا لهنايا؟ ومن بعد كيعاودنا عيطنا له يا ما يرفدش في التليفون يا ما كاش. وبعد قالنا خلاص ما تقدروا تدخلوش روحكم، هذه خدمتي انايا. واليوم كيهضر معاهم واش يقول لهم ابار العايب اللي عاوني؟ كيفاش عاونك العايب؟ حبيت نسقسيك من يشفى روحي هو العايب، ما نعرف كي لفكي ما نعرف. هادو هما ثلاثه جامي جبدلو جامي عاونوا الحراش ملي هبطنا واحد الما ما عندهمش باش يشروا. كاين عباد برام يجروا لهم فيه. خلينا ما الهضره ما نهضروش عليها، حبينا دوكا عفسه. حنا رانا نقولهم يقولوا كاين بريزيدون، ماذا بينا نشوفوا البريزيدون هذا يخدم هذه الخطره، هذا الجديد اللي راهم يهضروا عليه. ماذا بينا دماء جديد عينا ما دوما الكبار والكهول، والله غير عينا خويا العزيز. السلام عليكم. عندنا لي جوار وكاع على بالهم بلي عندنا لي جوار، بصح علاش ما خصش تشوفو التريكو؟ منشطات زلزلت الرياضه الجزائريه بصفه عامه. صعب على المنتخب الجزائري بصح في هاد المباريات هادية. 79 وحنا نستناو في البير هذايا كشوية ما نشربوا منه، نهار اللي وجدنا جو ترمونا فيه الجريزي.